يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة محليا وعالميا، وبالتحديد كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر استعداداته كمان لمباراة الغد أمام فريق سوني ديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وإحنا عارفين أن الأهلي كان فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف لأليو ديانج اللاعب المالي ونجم أو أحد نجوم النادي الأهلي. بالتالي مستنين تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وتوقعات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي في مباراة الغد بإذن الله تعالى، وهناخد تفاعل حضراتكم من خلال الصفحات المختلفة لقناة النادي الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. لكن خلينا في البداية نشوف أهم وأبرز عناوين الحلقة، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق الأول يختتم تدريباته استعدادا لسوني ديب، وسلبية مسحة رباعي الأهلي. أما في الترند العالمي، رونالدو يحطم أرقاما قياسية جديدة. أهم ماتشات اليوم النهارده، في ماتشين بس يعتبر هم المهمين جدا. المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي ما بين ساوثهامبتون وليفربول، نجمنا المصري محمد صلاح أكيد هيكون متواجد في هذه المباراة، ومباراة أصبحت غاية في الأهمية تحديدا بعد دخول مانشستر يونايتد في المنافسة على لقب البريمير ليج. لسه بدري على البطولة، لكن في كل الأحوال مانشستر يونايتد بقت متساوية مع ليفربول في عدد النقاط 33 نقطة بعد فوزهم الأخير في مباراة في الدوري الإنجليزي ده بالنسبة لمانشستر يونايتد على ما أتذكر كان ويلفرهامبتون، وكسبوا ويلفرهامبتون تقريبا يعني. وكمان في الدوري الأسباني في مباراة أخرى ما بين فالنسيا وكاديش، دي هتكون الساعة 10، وبالمناسبة طبعا ساوثهامبتون وليفربول كمان أيضا هتكون الساعة 10. دي أبرز مباريات اليوم، لكن كل التفاصيل اللي بتتعلق بالنادي الأهلي هتكون معانا في حلقة النهاردة وبالتحديد في الفقرة الجاية، وهنتكلم في كل الأخبار اللي بتتعلق باللاعبين وشفائهم، وهنخش في كل الكواليس كمان بخصوص استعدادات النادي الأهلي لمباراة بكرة إن شاء الله بعد الفاصل. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بكرة مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي، ممكن يكون البعض شايف أن خلاص الأهلي حسم التأهل لدور المجموعات ودور الـ 16 تحديدا من بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي الأهلي بطلها واللي فاز بيها في نهاية شهر نوفمبر الماضي على نادي الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي كان تاريخي ومش هيتنسي بكل تأكيد. فالأهلي بيسعى من خلال هذه البطولة أن هو يحافظ على لقبه المميز والمفضل لكل جماهيره بإذن الله تعالى. لكن مباراة أكيد هي مش سهلة، مفيش مستحيل في الكورة، لا قدر الله ممكن فريق سوني ديب يكون ماشي بشكل جيد تكون أنت مش موفق ولا حاجة، لا إحنا لازم نكون مركزين، لازم ان احنا نلعب مباراه كبيره، لازم ان احنا ندي رساله من خلال مثل هذه المباريات لكل الفرق اللي بتشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، وان بطل افريقيا جاهز لحصد اللقب مره اخرى عشان يبقوا لقبين متتاليين. فباذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. ايضا النادي الاهلي بيستعد من خلال هذه المباراه لمباريات الدوري اللي هو ماشي فيها، وايضا في اطار كمان الاستعداد لكاس العالم للانديه اللي هينطلق في يوم 1 فبراير المقبل. فكل المباريات المقبلة انت من خلالها بتقدر ان انت تستعد وتكون التشكيل الانسب اللي باذن الله تلعب بيه في كاس العالم للانديه، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه البطوله ونقدر نحقق نتائج كويسه وتكون مشرفه بكل تاكيد. وايضا عندك مباراه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعه اللي جايه، مباراه ايضا مهمه، فريق سيراميكا فريق مميز. لكن في كل الاحوال اللي احنا متعودين عليه داخل النادي الاهلي ان انت بتبقى مركز في كل مباراه على حده. اللي جاي لك ايه دلوقتي؟ بكره مباراة سوني ديب بطل النايجر، مهم ان شاء الله باذن الله الاهلي يؤدي اداء جيد خصوصا بعد التعادل الاخير امام وادي دجله في بطوله الدوري، وكان في اخطاء تحكيميه في الحقيقه بخلاف غيابات كتير كانت عندنا، يعني كلها امور بتحصل في كره القدم. لكن في كل الاحوال الاهلي بيفكر فيما هو قادم بكل تاكيد، لان الاهداف لسه باذن الله تتحقق على المدى البعيد. انت عندك مشوار طويل في بطوله الدوري، بتحاول ان انت تاخد البطوله رقم 43 في تاريخك اللي انت بطلها اساسا،
وعندك مشوار طويل باذن الله تعالى في دوري ابطال افريقيا. فكل التوفيق للنادي الاهلي في مبارياته المقبله بدايه من مباراه الغد. بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم عن بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفرقه واللاعبين، وبالتحديد بعد سلبيه مسحه عدد من لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا مصابين بفيروس كورونا. يعني خلاص تم الاعلان رسميا عن شفاء كل من محمد هاني واكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه ومحمود عبد المنعم كهربا، وكمان رامي ربيعه من شويه كان اعلن من خلال ستوري انستجرام وحسابه الرسمي انه تم شفائه رسميا من فيروس كورونا وان عينته اصبحت سلبيه. فبالتالي بعض اللاعبين اللي بيعودوا واللي بيمثلوا اضافه ممتازه وقويه جدا في صفوف الفريق امر غايه في الاهميه وامر جيد جدا، فحمد لله على السلامه ليهم كلهم. مش ناقص لنا كده غير مين؟ غير عمرو السوليه ومروان محسن. عمرو السوليه واضح ان هي مطوله معاه شويه، احنا عندنا مثلا زي اليو ديانج كده طولت معاه شويه برده، واضح ان هي مستقصده لاعبي وسط الملعب. فان شاء الله باذن الله السوليه يعود سريعا، هيبقى عنده مسحه اخرى النهارده. ده اللي كتبه رامي ربيعه على حسابه على انستجرام وبيعلن شفائه او من فيروس كورونا وان عينته اصبحت سلبيه. بيقول الحمد لله النتيجه سلبي، شكرا لدعوتكم. الحمد لله على السلامه يا رامي، والحمد لله على سلامه كل من محمد هاني واكرم توفيق وقفشه وكهرباء، واضافه قويه جدا لصفوف النادي الاهلي خلال المباريات المقبله. ما اعرفش بكره هيكونوا جاهزين للمباراه ولا لا، ده هنعرفه اكتر بعد شويه لما نروح للتيتش ونطمن على كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق. قلت لحضراتكم على عمرو السوليه عنده مسحه النهارده، مسحه جديده، ودي نتيجتها تطلع بكره او حاجه ونعرف من خلالها نتيجه المسحه وهل يستطيع عمرو السوليه الانضمام لتدريبات النادي الاهلي ولا لا. نتمنى له الشفاء سريعا، هو ومروان محسن بكل تاكيد عنصرين مهمين جدا في صفوف الفرقه. دي لقطات من مران اليوم، مران النادي الاهلي، واكيد بيستعد من خلاله لمباراه الغد باذن الله تعالى امام فريق سونديب بطل النيجر. كابتن سمير عدلي مدير اداري للنادي الاهلي بنقول له الحمد لله على السلامه، الراجل ده تاريخ يا جماعه، وراجل في الحقيقه يعني مميز جدا في الجوانب الاداريه يعني. طيب خلينا نروح كمان لتفاصيل الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وسونديب. النهارده كان في اجتماع فني عقد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وده كان من خلال حضور الكابتن سمير عدلي مدير اداري للفريق ومحمد اسامه ورامي بكر ورأفت ابراهيم اداري الفريق، وكمان مسؤولي اللجنه الطبيه بالكاف ومسؤولي نادي سونديب وعدد من القيادات الامنيه وحكم ومنسق المباراه. والاجتماع الفني ده تم الاستقرار من خلاله على ان النادي الاهلي هيلبس الزي التقليدي الخاص بيه اللي هو التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والجورب الاحمر، وفي المقابل فريق سونديب هيرتدي القميص الازرق والشورت الازرق والجورب الابيض. فبالتالي ده اللي تم الاستقرار عليه في الاجتماع الفني، بالاضافه كمان ان تم التاكيد على الفرقتين ان الحضور لاستاد الاهلي والسلام اللي هيستضيف هذه المباراه غدا باذن الله في تمام الساعه 7 مساء ان هم ان شاء الله يوصلوا قبل المباراه بساعه ونص، ودي كلها امور طبيعيه، ومع التاكيد طبعا على ضروره الالتزام بتطبيق الضوابط والاجراءات المتبعه طبيا ضد فيروس كورونا. كمان احنا بما اننا بنتكلم على كمان النادي الاهلي ومقبلين على تحدي بالنسبه لنا كان وحشنا جدا وهي بطوله كاس العالم للانديه، اخر مره شاركنا فيها في 2013، فالاجواء بتاعتها طبعا احنا عارفينها واجواء مفتقدينها، فهنعيشها باذن الله تعالى باذن الله ان كان في العمر بقيه بدايه من شهر فبراير اللي جاي، وباذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق في انه يوصل المباراه النهائيه. ليه لا؟ ليه لا؟ نقدر، عندنا قائمه مميزه جدا من اللاعبين وعندنا جهاز فني رائع، رغم ان طبعا بطوله صعبه جدا، يعني انت بتلعب ابطال العالم يعني فطبيعي ان هتكون المنافسه فيها صعبه، لكن انت الطموح مشروع والاهداف بتحاول من خلال مجهودك تحققها، فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. فبالتالي الاهلي هيرسل قائمته الاوليه لكاس العالم للانديه يوم الاربعاء اللي هو بعد بكره، اللي هو اخر ميعاد لارسال القائمه الاوليه والمبدئيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وهو يوم 6 يناير. ودي من خلالها النادي الاهلي هيبعت حوالي 35 اسم، يعني ده حقه ان هو يبعت حوالي 35 اسم، عايز يبعت اقل من كده ممكن، لكن اقصى عدد يقدر يبعته في القائمه الاوليه هو 35 اسم، على ان النادي الاهلي يوم 22 من الشهر الجاري يبعت القائمه النهائيه بقى اللي هتتكون من 23 لاعب. هيقولوا كده يا جماعه هم 23 لاعب دول اللي احنا ايه هنلعب بيهم في كاس العالم. انا برضو
يعني في تساؤل كده، وما اعرفش الفيفا بتفكر في الجزئيه دي ولا لا، يعني دي حاجه تخصهم، هل في امكانيه لزياده عدد اللاعبين في القايمه المشاركه في كاس العالم تحسبا لا قدر الله بالاصابه بفيروس كورونا ده لكل الفرق بقى، مش بتكلم على الاهلي بس، ما اعرفش هم ايه الاتجاهات اللي عندهم، لكن في كل الاحوال ده اللي تم الاعلان عنه. مسؤولي النادي الاهلي حاليا هيعقدوا اجتماعات من اجل تحديد القائمه الاوليه ويرسلوها باذن الله تعالى يوم الاربعاء. احنا عارفين ان النادي الاهلي هيشارك في هذه البطوله، واحنا عارفين كمان ان القرعه ان شاء الله هتكون يوم 19 والاهلي باذن الله تعالى يكون موفق فيها. خليني كمان اقول لحضراتكم ان لجنه الحكام الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلنت اسماء الحكام المقرر تواجدهم في قطر لاداره مباريات كاس العالم للانديه. الاهلي لسه منتظر انه يعرف المنافس اللي هيقابله في المباراه الاولى بربع النهائي، لكن الاهلي بنسبه كبيره هيلعب يوم 2 او 3 فبراير على حسب القرعه بقى لما نشوف يوم 19 باذن الله تعالى. كمان الفيفا في بيان رسمي قال انه اختار 7 حكام و12 حكما مساعدا لمواجهات البطوله، الى جانب 7 حكام لتولي مهمه التحكيم بتقنيه الفيديو اثناء المباريات. ويتواجد كمان 5 حكام عرب في البطوله بواقع 3 حكام من الامارات وحكم من قطر واخر من المغرب. الفيفا اختارت مين بقى؟ اختارت الثلاثي الاماراتي محمد عبد الله ضمن حكام الساحه بجانب الثنائي محمد الحمادي وحسن المهري ضمن الحكام المساعدين، بينما تم اختيار القطري خميس المرعي بين حكام الفيديو في وجود ايضا للمغربي المميز في الحقيقه رضوان جيد. في افريقيا اختار من افريقيا او لجنه الحكام اختارت من افريقيا طاقم السنغالي بقياده ماجيتي نداي والثنائي المساعد جابريل كامارا والحاج مالك حكام القارة الأفريقية بمونديال الأندية. كمان الفيفا أكد أنه جاء تعيين الثلاثي أو قرر تعيين الثلاثي النسوي إيديان ألفيز باتيستا إضافة إلى نيوزا باك من البرازيل والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا استمرارا للتوجه طبعا الذي بدأ فيه كأس العالم تحت 17 سنة بدولة الهند مؤخرا. شدد البيان الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ان جميع الحكام المختارين سوف يختتمون استعداداتهم النهائية في قطر قبل اسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية. خليني اقول لحضراتكم كمان اسماء حكام الساحة تحديدا، يعني الحكمة البرازيلية دينا ألفيس دي دولية من 2016، الحكم الجواتيمالي ماريو اسكوبار ده دولي من 2013، الحكم الأوروجواني ليودان جونزاليس ده دولي من 2016، والحكم الهولندي داني ميكيلي دولي من 2011، والحكم الإماراتي عبد الله محمد دولي من 2010، والسنغالي ماجيت ندياي دولي من 2011، والحكم عبد القادر زيتوني دولي من 2012 من دولة تاهيتي. دي قائمة الحكام اللي هتشارك وهتدير مباريات كأس العالم للأندية، وبإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه البطولة. لسه عندنا مباريات سواء في أفريقيا أو في الدوري قبل انطلاق كأس العالم للأندية، لكن احنا بنجهز من خلال هذه المباريات لهذه البطولة الكبيرة واللي هيشارك فيها النادي الأهلي كممثل وبطل لأفريقيا. هننتظر وهنتابع بكل تأكيد. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه تفاصيل أخرى عن النادي الأهلي، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. كواليس ما قبل مباراة الغد الأهلي وسنوديب في إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا هنتكلم فيها مع حضراتكم من خلال مراسلنا الأعزاء مينا ماهر من مقر إقامة فريق سوني ديب بطل النيجر، وأيضا زميلنا العزيز شريف شعبان من استاد مختار التتش وعقب تدريبات النادي الأهلي الأخيرة اليوم. فخلينا طبعا نرحب بيهم في البداية. يا مينا أهلا بيك يا شريف، منورنا. تحياتي ليك يا امير، وتحياتي ليك طبعا لمينا وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وانت طيب يا امير، كل سنه وكل الساده المشاهدين بالف صحه وسلامه. اهلا بك يا مينا ومنورنا يا شريف، وعايز اطمن او ابتدي بمينا في الاول واطمن من خلاله على اخر استعدادات فريق سوني ديب، وخصوصا ان هو متواجد في مقر اقامه الفريق في احد الفنادق بالقاهره. ايه الكواليس اللي عندك يا مينا؟ قول لنا.
يعني زي ما انت بتقول امير، انا هنا بمقر مقامه نادي سونيديب. يعني يمكن الاجواء بالنسبه لي اول ما دخلت الفندق شايف اجواء حماسيه، فريق سونيديب فخور فخر ومبسوط جدا انه هيواجه فريق النادي الاهلي. يمكن هم دايما يعني الفايب والاجواء هنا حماسيه، دايما بيشغلوا اغاني، دايما مبسوطين هم بصرف النظر عن النتيجه، بصرف النظر ان هم جايين يلعبوا اياب دور 32، ولكن هم في غايه السعاده فخورين. يمكن كان في تصريح لمدير الفني لفريق سونيديب بيقول انه ده فخر لكل لاعبي الفريق وبالذات الموسم بالذات الجيل الحالي، ان هم يعني هيحكوا ان هم في يوم من الايام قابلوا النادي الاهلي ودي حاجه تدعو للفخر. بالنسبه بقى للكواليس، يعني يمكن فريق سونيديب وصل القاهره فجر يوم السبت الساعه 1 صباحا، اتجه فورا للاوتيل وكان فيه بصراحه سرعه من الاجراءات عشان يعملوا تشيك ان ويرجعوا تاني اوض الاوتيل عشان يريحوا. طبعا عشان الصبح كان فيه وجبه الافطار الساعه 9 صباحا، وبعد كده كان فيه محاضره فنيه بسيطه، وبعد كده وجبه الغداء، بعد كده اتجهوا لمقر النادي الاهلي بمدينه نصر عشان يادوا التدريبات. الحال ده كان ليوم السبت ويوم الاحد. طبعا كان يعني كابتن محمد اسامه اداري فريق النادي الاهلي معاهم مع بعثه الفريق هنا مقر اقامتهم 24 ساعه، بيوفر لهم كل سبل الراحه وكل يعني طلباتهم بينفذها في الحال. وكان طبعا كلامي مع محمد صلاح شيجا رئيس بعثة فريق سونيديب كان بيقول يعني هو هنا بيشكر النادي الأهلي على حسن الضيافة وحسن الاستقبال. يعني يمكن كمان العميد أحمد النحاس رئيس مقر النادي الأهلي بمدينة نصر دعاهم امبارح بعد التمرين ياخدوا الصور التذكارية في مقر النادي، فهم بصراحة مبسوطين بحسن الاستقبال وده اللي متعودين عليه من النادي الأهلي دايما لأي فريق ضيف هنا في القاهرة. طبعا النهارده الساعه 6 هيتم توجهوا الفريق لملعب استاد الاهلي والسلام لتاديه التدريب الاخير قبل مباراه الغد. يمكن النهارده التدريب هيكون الساعه 7 في نفس موعد مباراه الغد، ودي تقريبا التدريب النهائي للفريق. هيكون في بعده محاضره فنيه بسيطه هنا في الاوتيل مع وجبه العشاء. طيب مين دي اخر الكواليس والاخبار لفريق سونيديب هنا فيما يتعلق بالمسحه الطبيه الخاصه بفريق سونيديب؟ هل نتائجها طلعت خلاص اللي هي بتبقى تحت اشراف الكاف، ولا لسه النتائج ما طلعتش لحد دلوقتي؟ هل في غيابات عندهم ولا لا؟ يعني لو عندك معلومه قول لنا الجديد في القصه دي. تمام يا امير، بالفعل النهارده الصبح بعد وجبه الفطار كان في المسحه الطبيه لفريق سونيديب، ولكن النتيجه هتظهر ان شاء الله يا النهارده بالليل يا ان شاء الله بكره الصبح، وده طبعا طبقا للبروتوكول الخاص لبطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله يا مينا. انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا المميز مينا ماهر مراسل قناه الاهلي كان معانا من مقر اقامه فريق سونيديب بطل النيجر، وقال لنا كل الكواليس اللي بتتعلق بهذا الفريق قبل مواجهه الغد. بشكرك يا مينا شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوفيه. بالتالي خلينا نروح كمان لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي والمتواجد في استاد مختار التتش. يا شريف اهلا بيك، وعايزين نطمن من خلالك على كل الكواليس اللي بتتعلق بفريقنا النادي الاهلي قبل مواجهة الغد، وبالتحديد فيما يتعلق ويخص مران اليوم. تفضل. مرحب بك طبعا زميلي امير، ورحب بمينا وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. 2021 يا رب باذن الله تكون سنه سعيده لكل جماهير النادي الاهلي، ونتوج بالنجمه العشره المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. هبدا لك من الاجتماع الفني اللي كان الساعه 1 ظهرا في النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن اسفر عن ان النادي الاهلي بكره هيرتدي الزي الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، وحارس المرمى هيرتدي زي اصفر. يمكن فريق سونيديب بطل النيجر هيرتدي ازرق وشراب ابيض، والحارس هيلبس لبس رمادي. النهارده كان في تعليمات ان يكونوا موجودين في استاد الاهلي والسلام قبل اللقاء بساعه ونص، ويمكن كان في تحذيرات قويه جدا بالاجراءات الاحترازيه تكون بكره قويه جدا من مراقب المباراه في الاجتماع الفني. تمرين النادي الاهلي كان الساعه 3 عصرا، يمكن قبل بدايه المران كان في اجتماع بين الجهاز الفني واللاعبين استمر حوالي الربع ساعه في ملعب مختار التتش. اتكلم فيه الاول الدكتور احمد
وعبله دكتور فريق النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، وحذر من يعني التهاون في الاجراءات الاحترازيه، تطبيق الاجراءات الاحترازيه على اكمل وجه الكمامه لازم تكون ملازمه لكل لاعب في النادي الاهلي، تقليل جدا من الصور مع المعجبين في اي وقت، وحذر ايضا من معامله لاعبي النادي الاهلي خارج اسوار النادي الاهلي في اي مكان عام، وحذر من عدم تطبيق الاجراءات الاحترازيه لان مصر طبعا بتشهد موجه من الكورونا، فحذر جميع لاعبي النادي الاهلي وقال لهم لازم تحافظوا على نفسكم عشان خاطر المباريات المقبله وكاس العالم للانديه، حلم لكل لاعب عاوز يشارك في كاس العالم للانديه خاف على نفسك عشان يكون ليك تواجد في الفتره المقبله. يمكن مستر موسيماني بعد محاضره الدكتور مع اللاعبين اتكلم فيها ايضا عن التركيز التام في مباراه الغد، ويمكن عدم التهاون من الخصم، فوزنا هناك ولكن ننسى النتيجه ونبدا اكن النتيجه 0-0 ونحاول نجيب هدف مبكر عشان نسهل المباراه للنادي الاهلي. بعد النهارده خلينا اطمنك الاول واطمن كل جماهير النادي الاهلي، شارك النهارده في التمرين قفشه، شارك كهربا، شارك اكرم، وشارك طاهر محمد طاهر، والنهارده عملوا تمرينه ولا اروع ولا اجمل. يمكن بواليا الوافد الجديد للنادي الاهلي كان اول مشاركه ليه النهارده مع طبعا زملائه في النادي الاهلي، وكان في ممر لبواليا مع لاعبي النادي الاهلي قبل بدايه المران، ويمكن قوبل بترحيب شديد جدا وكان سعيد جدا بالاجواء اللي بيعيشها داخل النادي الاهلي مع لاعبي النادي الاهلي اللي قابلوه بكل حفاوه كبيره جدا. ويمكن الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي اتكلم معاه ان لازم طبعا يكون محافظ على كل التعليمات اللي بتبقى موجوده لاداره الكره، وطبعا كان في جلسه مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان خاطر يقول له الاجراءات او يقول له التعليمات اللي كل لاعبي النادي الاهلي عشان يبقى ماشي على الخط المستقيم، يعني ما يخالفش اي حاجه تخالف النادي الاهلي او سياسه النادي الاهلي. يمكن لعيب بيستمع جيد جدا وعنده كل يعني استمع طبعا بترحاب وعنده استعداد ان الفتره الجايه يظهر بشكل يليق باسمه عشان يفرح كل جماهير النادي الاهلي بالصفقه. النهارده حراسه المرمى كان تمرين قوي جدا، الشناوي على لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، تمرينه ولا اروع ولا اجمل. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي مستعد لمواجهه الغد، يمكن بعد قليل الاهلي يتوجه الى فندق الاقامه. الاهلي بيطبق الاجراءات الاحترازيه بكل قوه في باصين على شمالي، حافلتين، حافله للعيبه وحافله للجهاز الفني. يمكن اللعيبه هتصلي المغرب وهتوجه على طول الى فندق الاقامه الموجود في احد الفنادق في التجمع الخامس. طيب يا شريف، موقف محمد هاني ايه؟ هل اتمرن النهارده خصوصا ان هو يعني شفي تماما من اصابه كورونا ولا لسه ما اتمرنش؟ المعلومة اللي عندي ان رامي ربيع ومحمد هاني شفي من فيروس كورونا ولكن لم يشاركوا في تمرينة اليوم. مروان والسولية هتعمل لهم مسحة اخر اليوم النهاردة، ولكن الاربعة ما شاركوش في مران اليوم، ولكن طاهر النهاردة شارك بكل قوة هو وقفشة وكهرباء واكرم ومع باقي طبعا زملاء لاعبي النادي، باقي زملائهم طبعا من لاعبي النادي الاهلي. كيف كانت طبيعة مران الاهلي اليوم يا شريف، خصوصا ان ده اول مران واخر مران قبل مباراة سوني ديب بكرة؟ كان الفريق واخد راحة بعد مباراة وادي دجلة، يعني امبارح كانت مسحة ما كانش فيه تدريب، فالتمرين كان النهارده عبارة عن ايه؟ طبعا تمام، موسيماني امبارح فضل راحتهم الى اكبر وقت طبعا كافي لان ضغط المباراه التوالي المباراه كل يومين ثلاثه في مباراه، النهارده كان تمرين بدني الى حد ما وبعد كده كان تمرين بقى التكتيك اللي هيلعب بيه بكره، يمكن جهز او جرب كذا لاعب في كذا مركز، ويمكن الراجل بدا يشتغل النهارده التكتيك على المباراه والتحفيز، الكور الثابته ممكن يعملوها ازاي، الجمل التكتيكيه ممكن يعملوها ازاي، والراجل وقف التمرين اكثر من مره عشان خاطر يحفظ لاعبي النادي الاهلي سيستم واسلوب اللي عاوز يطبقه بكره في المباراه. بطمنك بكره باذن الله يكون جاهز بكره، يكون توفيق معاه باذن الله، ولو طبق فكر موسيماني اللي النهارده كان موجود في التمرين بكره باذن الله الاهلي هيفوز بعدد وافر من الاهداف باذن الله تعالى. هل في اي مؤشرات لقائمه الفريق لمباراه الغد ولا لسه؟ في انتظار اعلان مدير الكره طبعا والجهاز الاداري قائمه الفريق اللي هتتجه الى معسكر الفريق، فبعد قليل باذن الله هيكون القائمه موجوده خاص وحصر طبعا على شاشه التميز، شاشه قناه النادي الاهلي. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش وعقب المران الاخير للنادي الاهلي قبل مباراه الغد امام فريق سوني ديب بطل النيجر، بنشكره شكرا جزيلا. ودي كانت كل الكواليس تتعلق بمباراة الغد اللي بكل تأكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي ويتأهل إن شاء الله بإذن الله لدور 16 ودور المجموعات من هذه البطولة اللي بطلها طبعا نادينا الحبيب النادي الأهلي. هنروح لفاصل بسرعة وبعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا إيه اللي اتقال عن النادي الأهلي في ترند الأهلي النهاردة معانا وكل التفاصيل اللي بتتعلق بالفريق على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي الأول بحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر،
واللي بيقول نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمود متولي، عيد ميلاد سعيد وننتظر عودتك سريعا. محمود متولي احد العناصر المهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، نتمنى له الشفاء من اصابته بالرباط الصليبي والعوده سريعا. ماشي بشكل مميز جدا في برنامجه التاهيلي والعلاجي، وان شاء الله باذن الله يعود قريبا للنادي الاهلي. اعتقد في شهر 3 او 4 ممكن يكون متواجد محمود متولي مع الفرقه، نتمنى له العوده سريعا باذن الله. كمان وبنقول له طبعا كل سنه وانت طيب. خلينا كمان نروح للمصري الرياضي وحسابهم على تويتر، واللي بيقول الاهلي ينهي استعداداته لسوني ديب وموسيماني هيعلن قائمه الفريق اليوم، واحنا طمنا حضراتكم على كل التفاصيل اللي بتتعلق بفريقنا واستعداداته لمباراه الغد باذن الله يكون موفق. لسه القائمه هتطلع خلال لحظات، لو خرجت واحنا على الهواء اكيد هنقولها لحضراتكم. لكن الوطن سبورت بتتكلم وحسابهم الرسمي على تويتر تحديدا بيتكلموا على عمار حمدي، وبسبب سيرينو عمار حمدي يتدخل لحسم عودته الى الاهلي في يناير. موضوع سيرينو طبعا حضراتكم عارفين الصفقه ما نجحتش، فبالتالي اللاعب مش هيكون متواجد في النادي الاهلي، فبالتالي البعض بيتكلم على ان في تواصل ما بين الاهلي والاتحاد، وطبعا كامل الاحترام وتقدير لنادي الاتحاد وعلاقه اكثر من رائعه ما بين ناديين من اكبر الانديه في مصر سواء الاهلي او الاتحاد. لكن على المستوى الرسمي زي ما قلت لحضراتكم امبارح مفيش اي حاجه، واحنا من هنا بنتكلم بالشكل الرسمي، احنا قناه رسميه للنادي، فلو كان في حاجه رسمي كنا قلناها لحضراتكم. على المستوى الرسمي مفيش حاجه، ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه الله اعلم يعني. لكن دايما انا احب اتكلم في الامور الرسميه تحديدا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، هنشوف ايه اللي هيحصل. لكن في كل الاحوال برضو اللي عايز اكد عليه ان النادي الاهلي بيحترم عقوده مع كل الانديه، ولو حصل اي اتفاق هيكون طبعا بموافقه كل الاطراف. حساب جول مصر على تويتر وبيقول تصريحات على لسان امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلي، واللي كان بيتكلم على جيرالدو. بالمناسبه جيرالدو حتى الان موجود يا جماعه لعيب في النادي الاهلي، لحد دلوقتي جيرالدو موجود كلاعب في النادي الاهلي، مفيش اي جديد او اي امر رسمي غير ان والتر بواليا جه. لما والتر بواليا جه فاكيد في لعيب اجنبي هيخرج، فاحنا منتظرين الاهلي يعلن رسمي، القناه تعلن رسمي كده يعني. لكن في كل الاحوال تصريحات امير توفيق وهو فعلا كان قالها، قال جيرالدو لا يزال موجودا في الاهلي، ودي حقيقه حتى اللحظه. تلقى عرضا من الصفاقسي التونسي من سنه، وده امر برضو حصل لكن جيرالدو ما وافقش. قبل شهرين كمان تلقى عرضين من كروزيرو البرازيلي وسموحه لكنه كمان ما رضيش. فده وجهه نظر جيرالدو، لاعب مرتبط بتعاقد مع النادي الاهلي واكيد بنحترم رغبته، والاهلي اكيد يعني بيحترم رغبه لاعبه. لكن هتشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه يا جماعه. اللعيبه متمسكه ان هي تبقى متواجده داخل النادي الاهلي، التواجد في النادي الاهلي ده في حد ذاته شرف كبير جدا، واي لعيب في الدنيا بيتمنى ان يكون موجود في النادي الاهلي، وخصوصا ان انت مقبل كمان على كاس العالم للانديه، كل اللعيبه نفسها تلعب. ده في لعيبه ممكن توافق تيجي ببلاش دلوقتي كمان عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر ان هي تشارك في كاس العالم للانديه. لكن في كل الاحوال نروح للاهرام على تويتر، واللي بيكلموا رعب في الاهلي قبل كاس العالم للانديه بسبب كورونا. مفيش رعب ولا حاجه، هو ممكن يكون في قلق بس ان موضوع الكورونا والاصابات المتزايده خلال الفتره الحاليه، لكن في تاكيد خلال الجلسات الدائمه ما بين اعضاء الجهاز الفني والطبي والاداري في النادي الاهلي مع اللاعبين للتاكيد عليهم على ضروره اتخاذ الاجراءات الاحترازيه المناسبه، خصوصا ان كل لعيب نفسه يلعب في كاس العالم للانديه فلازم يحافظ على نفسه ويشوف الاجراءات الاحترازيه ايه عباره عن ايه وينفذها بالحرف الواحد عشان يتجنب التعرض للاصابه بفيروس كورونا، وبالتالي باذن الله تكون قائمه النادي الاهلي مكتمله في كاس العالم للانديه. طيب دي كانت اخبار الاهلي في ترند الاهلي النهارده، هنروح لفاصل سريع وبعديه نكمل فقرات حلقه النهارده. طيب. لكن لسه ناقصنا فقره اخيره في حلقه اليوم، وهي فقره التفاعل والتواصل مع حضراتكم. وسؤال الحلقه كان ايه توقع حضراتكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراه الغد امام فريق سوني ديب بطل النيجر؟ نبتدي مصطفى عرابي واللي قال نفس تشكيل مباراه وادي دجله. ادهم مهدي قال في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع بيكم، بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، وفي خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان، صلاح محسن، وفي الهجوم محمد شريف. يعني دي كانت ابرز توقعات جمهور النادي الاهلي لتشكيل النادي في مباراه الغد، وباذن الله الاهلي يكون موفق
في هذه المباراه ويقدر ان هو يتاهل. يعني مباراه فيها نسبه اريحيه كبيره، لكن الكوره ما فيهاش هزار، كل شيء وارد. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويتخطى هذه العقبه ويتاهل لدور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا دور 16 تحديدا. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج ان شاء الله. الى اللقاء.